هذا ثالث منشور بدي انشره عن ارهاصات الكلام اللي حكاه الخوخ التيعي الفارسي. منشوف انه يوجد صمت اسلامي من المشايخ والمؤسسات الرسمية انه ما حد يرد عليه. هو اعلن عداء عقدي انه راح ينتقم من المسلمين في كل انحاء العالم. وطبعا أنا كمسلم أنكر الجميع، أنكر جميع الفرق الباطنية التي تنسب إلى الإسلام، فلذلك أنا مسلم، أما الباقي هم خارج هذا الدين. فعم نشوف في صمت رسمي تجاه هذا التهجم، هذا هجوم هجوم يعني عقدي، هجوم لاذع، إعلان حرب على هذه الأمة اللي بتعدلها مليارين. من مين؟ من هذا الخميني أو الخامنئي مثل ما بيسموه. ونعلم نحن أنه هذه الفرق الباطنية الإمامة هي الآلهة، فهي من علي تتناقل إلى توصل لحصين تاع الكي اف سي، ولكن الآن اللي على قيد الحياة هو الخوخو التيعي المحور الاثناشاوي. يعني ليش ما نسأل حالنا ليش يوجد صمت عربي اتجاه هاي خلينا نسميه إعلان حرب؟ لأنه حقيقة يوجد توائم بين خوخ الاثناشاوي وللأسف وبين الأنظمة العربية، لأن هناك تفسير من خوخ الاثناشاوي للأنظمة العربية أنه أنتم لستم مشمولين في هذا الكلام. إذن لمين هذا الخطاب موجه؟ هذا الخطاب موجه لطرفين. الطرف الأول هي القاعدة الجماهيرية الاثناشاوية اللي هن جماعة فارس والدمل السرطانية التي تنتمي إلى هذا السرطان اللي موجود في الوطن العربي. ليش؟ لأنه انحرفت البوصلة عندهم كما ترى، أنه انجروا بسبب 7 أكتوبر وراء الشماعة اللي هن رفعوها باسم الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وما هو الموضوع إلا في غرض زيادة التسليح لقتل أهل السنة والجماعة المسلمين في كل أنحاء العالم. فالآن لما صارت هذه الهجمة على الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني، ما كان عندهم خيارات إلا أنه هن ينزفوا من أجل تنفيذ هذه الشعارات. لكن الأمر فتح عليهم أبواب هن ما قادرين عليها. هن دائما قادرين على شعب مسلم أعزل، فكان يجب من الخوخ الكبير إيضاح أنه نحن هدفنا الرئيسي هم ليسوا اليهود والنصارى إنما المسلمين. لذلك كان تصريحه علني ما في أي تقية، وهون يكمن أنه هو أراد أنه يوجه البوصلة مرة أخرى وتثبيت أن من كان يقول أن الأماكن المقدسة جميعها لا ترتقي إلى نعل الحصين، هكذا يقولوها، محلات قمامة يرتادوها نواصب، هكذا كان وصفه. لذلك هو رجع قيم الموضوع بشكل صح وقال له لا تنجروا، احنا عبارة عن منافسين في اضطهاد العرب والمسلمين مع الغرب، ونحن منافسين للسيطرة على الأرض، لكن عدينا حدودنا فلجمونا. فأعلن هذا التصريح اللي هو موجه إلى القواعد الشعبية الاثناشاوية، أنه إحنا بوصلتنا ليست فلسطين، ولا عداءنا إلى اليهود ولا إلى النصارى، إنما عداءنا إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام. طيب الطرف الثاني لمين موجه هذا؟ موجه إلى إسرائيل ولا الأمريكان وإلى هذا العالم، أنه نحن لستم أعداءنا إنما عدونا هو المسلم. فهون بيّت صفحته الخوخ مرة ثانية ورجع حاله إلى المربع الأول اللي هو أنشئ من أجله. يعني الفرنسي لما بعته للسرطان الأم إلى فارس كان يوجد اتفاقية أنه أنت عداءك فقط ضد المسلمين، تمام؟ نحن صحيحاً ومعتقدا من وراء نحن قضية جنائية مقتل الحسين، ولعن الله من قتل الحسين،
نحن استغلينا هذا الأمر وعملنا خلل عقدي ثم تغيير ديني، فثم ولادة دين جديد هو خليط بين الوثنية والنصرانية واليهودية والإسلام. فهو رجع عدل الصورة بالنسبة للغرب، أنه أنتم لستم أعداءنا واليهود ليسوا أعداءنا، إنما أنتم إخواننا والعدو الحقيقي هو المسلم. هذا يبرر الصمت من المؤسسة الدينية الإسلامية بشكل عام اتجاه هذه التصريحات، وأيضا أرفق اليوم الخوخو تصريح جدا مهم، فتح باب التفاوض من أجل النووي مرة ثانية، لأنه أحس أنه مشروعه سوف ينهار بالكامل بعد ما قفز على الخطوط الحمراء اللي مرسمت له. بتمنى يكون واضح، وأعتقد أنا بهالثلاث فيديوهات حطت بهذا الخوخو الفارسي وتصريحاته وتوجههم بالكامل، وفضحناهم بإذن الله. وللي متنا ضلوا بخير.